انا شاتلي من رفراف، متزوج، عندي صغير. شابي عامل انترفيو برا شو؟ عمري 45 سنة، نخدم في القهوة. هذيك السيزونير في الصيف نخدمه، غاديك في البحر. هذيك يجيو السياح نستقبلهم، الواحد في الحماري وانا نعيش غاديك، وهذيك هي نخدمه في هذيك البحر، الواحد سيزونير. الواحد نبدا نجي مع 8 هكاكا، 8 تسباح، نبدا ننظف الطواول وننظف الكراسي اما ننظفوها الدنيا بالواحد، مشطو التراس ننظفوه مليح ونكنسوه، ننظف الكراسي، عرملو نفرشوه ونديماريو في الخدمة. ونمشطوا التراس، نظموا الدنيا، نجيبوا الواحد نحضروا القهوة نتاعنا والواحد والخضرة تاع الريستوران، هذيك هي نبداو نهارنا. اي برشا حكايات يعني، نعملو القهوة، نعملو السيترون، الفريز، برشا حكايات. وحالي رستوران صغير هذيك. الكورونا كما نقولوا عطلتنا شوية شوية، ما يجيو السياح ياسر والخدمة ناقصة ناقصة، ماهيش برشا خدمة، شوية شوية يعني قلقتنا شوية. هذه حاجة تربي مرض واحد. التونسي هذاك هو تاع المصروف، يعني المصروف شهريته تحكم فيه، فهمت؟ يجي سوا يصرف لك 100 ألف، ولا يصرف لك 50 ألف، ولا يصرف 10 ألف، يعني هو والشهرية نتاعو مربوط بالشهرية، فهمت؟ ما هوش يعني، والدنيا صعبة، زاد غلية، كل شيء غليت، وواحد ما عادش يحب الواحد، كل واحد معذور، فهمت؟ عنده صغار، عنده الواحد، هذيك هو حاب يصرف على حسب شهريته. نخدم اخويا في الواحد في الباراسوليت هذوما، ملي كان في الكورنيش غاديك، الكورنيش كان هو اللي الفكرة، هو اللي بداها يخدم غاديكا، من بعد البحر صدم علينا غاديكا وما يجمش يخدم ولا نقل البلاصة هذي. أول ما بدا من غاديكا هكا، هو عمل الباراسوليت ونخدمو هكاكا معنا صحابو، وهذيك هي بدا غاديكا، بدينا نخدمو في الواحد في الباراسوليت، عمل الكسعف ورجالهم وبدينا ملي كانو قماش، أول ما بدا قماش. من بعد عملهم سعف هكاك، هاك ماشي يطور، مرة عمل هاك من بعد البريكة، كانت البريكة بك الكونتر بلاكي، من بعد هاك بناها باللوح هكاك. عندي جي 20 سنة هكاك في القهوة هذي، نخدمو هكاك في الصيف، في سماش نخدموه في شوية فلاحة وشوية مرمى هكاك.
في البحر نصادوا شويه بالطراحه بشبيك نعملوا ضربات هكاك شويه شويه، هذاك الواحد مورد رزق. احنا شويه يا بحر يا سياحه يا فلاحه، وساعات نمشيو للمرمى ضربات مرمى هكاك لازمها شتي هكاك. عندنا الموسم تاع البحر زاد تاع الحوت البوري واحد نصادوه شويه هك وشويه هك شويه بوري وبشبيك نرميه وبشبيك شويه، ولا في نمشيو للفلاحة نزرع شوية بطاطا شوية هكاك كناكش بصل بطاطا، يعني فلاحة صغيرة مش كبيرة، ما عندناش فلاحة كبيرة. ولا الواحد المرمى نمشيو للبناء هاك نبنيو شوية وهذيك هي.